صباح الخير مشاهدينا. تعودنا مناسباتنا نخطط قبلها بفترة ونجهز كل شيء من لسة معازيم ومن ورد وموسيقى والمكان المناسب اللي بنقيم فيه العزيمة أو المناسبة. لكن من كثر ما هي وايد لوية وايد تحير، فأكثر شيء نهتم له هي الضيافة، إن من وين بنجيبها وشنو بنحط، بوفيه ولا ميني ولا عصاير ولا شاي. فهذا أكثر شيء يأخذ منا مساحة كبيرة من تفكيرنا ووقتنا. عشان نتفادى الأخطاء لازم نفرق بين الفخامة والمبالغة، بمعنى أن ما نهتم بالشكل اللي بنقدمه كثر ما نهتم بالشكل والجودة. اليوم عندنا فكرة جديدة تخدم كل شخص يفكر أنه يجهز لمناسبة معينة، خصوصا أن رمضان على الأبواب ونحن كلها يمعات وغبقات وعزايم. فكرتنا اليوم اللي بنقدمها لكم من خلال برنامجنا شاي الضحى راح تختصر لكم الطريق وراح تفهمون أكثر اللي شرح لنا الأستاذ عبد العزيز دريهم صاحب فكرة مشروع أولي كافي. مرحبا فيك معك قصتي. مرحبتين. بالأول حاب أشكركم على اللقاء ويعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. أخوي عبد العزيز، شلون بلشت فكرة الكافي؟ فكرة القهوة نفسها إحنا متعودين من إحنا صغار كل صيفية على قولتهم نكون بتركيا، ففكرنا إن ليش ما نضيف القهوة التركية بالخليج بطابع جديد بعربانة تجذب الناس، وبنفس الوقت احنا قاعد نقدم يعني مو نوع واحد من القهوه التركيه، قاعد نقدم 32 نوع 32 نكهه. فبلشنا بالفكره وشفنا في اقبال وفي دعم الناس والحمد لله. ممتاز. انزين انا قاعد اشوف انه مو بس عندك قهوه. عدل، احنا بلشنا حتى تشوفين اسم المشروع اولي كوفي كنا بس مختصين بالقهوه التركيه، بس تفرعنا الى قهوه عربيه، الى شاي، عندنا 8 انواع شاي، الى عصاير، بالإضافة إلى الحلويات ومثل ما تشايف الموالح. طيب تذكر لنا أنواع القهوة اللي عندكم والعصائر والشاي. إحنا عندنا أنواع العصير موسمية على حسب موسم نفسه، يعني على أساس تكون في عصائر. أما حق القهوة التركية عندنا 32 نوع قهوة تركية. النكهات المتوفرة أو من النكهات المتوفرة من 32 نوع عندك بالبندق، عندك بالمستكة، بالموز، بالكاكاو، بالكراميل، بالفانيلا، ما شاء الله وايدين. زين عبد العزيز، انتم عندكم تجهيزات حق رمضان والعيد؟ اكيد، يعني مثل ما تعرف موسم رمضان تعتبر يعني من اكثر الاشهر اللي فيها مناسبات، سواء كانت زوارات، قريعان، قريش الى اخره. فاللبس الرمضاني حق الستاف نفسه يكون مختلف تماما، يعني ما يكون نفس المعتاد خلال 11 شهر، لا، يكون الموسم الرمضاني ندخل الزباين نفسهم بالجو الرمضاني نفسه. حلو. انزين وفي اكلات معينه حق الغبقات ولا العزايم والاستقبالات ولا؟ عاده عندنا اللي هو المنيو تبع الموالح هو نفسه طول السنه، بس اللهم مثل ما انت عارف موسم رمضان في اكلات معينه كويتيه، مثلا الريش، عندك الهريس، بالاضافه الى المحلبيه والسوالف، فنضيفها حق المنيو سواء كان حق موالح او حق حلويات. يعني تتسوون بوفيهات مو بس العربيه؟ يعني عندنا مني بوفيه. ممتاز. انزين انا قاعد اشوف قدامي هني اكثر من شغله، اشرح لي اياهم شنو هذول. انزين عندك، خل اوريك هذا، بسم الله، هذا النوع يتقدم مع القهوه التركيه. هذا شنو؟ يعتبر كاكاو. اوكي. او هو كاكاو يعتبر كاكاو. وعندك هني النوع الثاني مكسرات تتقدم مع الشاي. حلو، وايد شكلها. اي، والمكسرات والكاكاو نفسه يتقدم يعني على كل الاشهر مو بس فتره رمضانيه. حلو. اي. انزين هذول الميني موالح. الميني موالح. شنو انواعهم؟ عندك اللي بالنص باللبنه، عندك هني بالسبانخ، وهذه انواع الاجبان. هذه انواع الاجبان. اي. عندنا احنا مطبخ تحضيري وفي ناس متخصصه بالموالح حق الميني كطعم كديكوريشن، يعني متكامل ان شاء الله. طيب احنا تدري بالفترة الأخيرة السوشيال ميديا ماخذ حياتنا كلها. أكيد. فسناب شات والإنستغرام. صح. أول شيء نسوي نصور. عدل. فأنتوا حطيتوا بحسابكم هالشغلة ولا لا؟ أكيد، لأن مثل ما تعرف الحين احنا بزمن السوشيال ميديا، فأسهل طريقة تبصين حق زبون المنتج اللي عندك خلال الإنستغرام والسناب شات. فلما يكون شكل المنتج نفسه مثلا ملون أو مثلا يجذب الزبون لا إرادي، ينجذب إنه شنو هذا الشيء، أبي أعرف شنو هذا الشيء. إذا كلمنا شوي عن خدماتكم. الخدمات المتوفرة مثل ما أنت شايفة هذا الكاونتر، وعندنا عربانة اللي هي الترولي، ومثلا في حال إذا الزبون ما كان يبي مثلا العربانة أو الترولي، أو مثلا إذا كان بالسرداب وما تدخل،
عندنا اللي هو طاولة، نطلع طاولة نحط فيها تجهيزاتنا ونقدم طبيعي. إنزين شنو أكثر طلب يكون عليه؟ يعني العربانة ولا الطاولة ولا الكانتر؟ هو أكثر طلب يكون عادة على الطاولة أو العربانة. مثل ما أنت عارف إحنا بالكويت مو شيء اسمه تصوير، فغير إن مثلاً يأكلون الموالح أو من يشربون القهوة أو العصائر، هم يهمهم المظهر الخارجي حق البزنس نفسه. مثلاً عربانة موجودة أو الكاونتر موجود، هذا كله يلعب دور. إنزين ويقدرون إن يطلبون مثلاً يطلبون بس الموالح، يعني أنا حبيت مثلاً الموالح أقدر أطلبها بس هي. أكيد. مو ضروري تكون العربانة. حتى عندك اللي هو الخدمة نفسها، مثلاً في حالة كان عندكم جمعة صغيرة مثلاً حق 10 أشخاص، هم نطلع ما في أي مشكلة على حسب رغبة الزبون نفسه نوفر له إياها. قبل الختام أخوي عبد العزيز، تحب تقول كلمة أخيرة لمشاهدينا؟ حاب أشكركم بالأول على اللقاء، وحاب أشكر الفريق الغام على التصوير، بالإضافة إلى برنامج شاي الضحى وتلفزيون دولة الكويت. وحق الجمهور حاب أبلغهم أن أونلي كوفي تتشرف فيكم كزباين، وبإذن الله إن شاء الله ما نقصر معاكم. يعطيكم العافية. الله يعافيك. نشكر أولي كوفي على استضافتهم لنا، وإن شاء الله استفدتم مشاهدينا بما أن المضانيات والغبيات راح تكثر إن شاء الله.